صباح الرياضة والنشاط والحيوية، طبيعة العمل والنشاط اليومي والحياة اليومية، كل ده ليه تأثير على جسمنا وعلى عضلاتنا. دايما لو انت بتسوق كتير لفترة طويلة او بتقعد على المكتب لفترة طويلة ممكن يحصل لك قصر في العضلات، زي اللي بنشوفها كتير بيحصل بعدها مشاكل زي انحناء الظهر، وكمان اللي بيكون عندهم راوند شولدر، انحناء في الكتف. فكل ده ليه تأثير على جسمنا، فعشان نتفادى المشاكل اللي بتحصل لنا دي محتاجين ان احنا دايما نركز ان احنا نعمل استريتشات، ستاتيك استريتشز. ده بيكون استريتشات استطالة العضلة بس بوضع الثبات، ما بعملش دايناميك استريتش، ده عملناه في حلقة قبل كده كان بيبقى قبل التمرين، لكن النهارده اللي هنعملها مع بعض هي الاستريتشات اللي بتكون بعد التمرين. تعالوا بينا نعمل استريتشات مع بعض. هنبدأ أول حاجة معظم استريتشات الجسم من أول الرقبة من فوق، أجيب رقبتي على كتفي كده وأحاول أثبت لمدة 20 ثانية. الناحية التانية هلاقي شد في المنطقة دي، ننزل على الكتف، اسحب دراعي للجنب الناحيه الثانيه. كل استرتش من ده بتثبت عليه لمده 20 ثانيه. بعد كده تراي كوعي فوق الجنب الثاني برضو 20 ثانيه. عضلة التشست، ايدي ورا ظهري، هعمل البايسبس والفور ارم، خلي ايدي قدامي، هلاقي كل العضلات دي مشدودة معايا. هبدل الناحية التانية. انا بحاول اسرع انا بس في الاستريتشات عشان وقت الحلقة بتاعتنا ووقت نقدر نعمل اكتر استريتشات للجسم كله. نعكس الدراع تراي، بعد كده الجنب الثاني، وانا واقف هنا احاول انزل بجنبي، شد كل الجزء ده، ابدل الناحيه الثانيه. هعمل استرتش للابر باك، التمرين ده بنسميه الكات كامل. ببدأ اسحب عشرين ثانية برضو، هنزل لور باك، قفل الدراع قدام واقعد على رجلي، اخلي ظهري كله مشدود، بثبت برضو فيها في نفس الوضع ده لمدة 20 ثانية. هبدأ لعضلات الرجلين، اخلي رجليا اللي قدام 90 درجة، بحاول اطلع برجلي، اخلي ظهري مفرود، هيقدر يخلي فيه بالانس عندي. هبدل الناحية الثانية، اعمل للخلفية والسمانة، شد مشط رجلي دايما عليا الناحية التانية. عضلات الهيب فليكسور، ظهري مفرود، واعمل اخر استرتش للبط، هنزل على وشي وابدا اسحب ظهري لفوق برضو 20 ثانيه. وبكده يبقى عملنا استرتشات لمعظم عضلات الجسم كلها. يا ريت نهتم دايما اللي بعد كل تمرين لازم نعمل استرتش خاص بالعضله اللي احنا بنشتغل عليها، ده هيفيدك اكتر، ليديك ضخ دم العضلات، يخليك تؤدي التمرين بشكل كويس جدا، هيحفظك من اللي انت يكون عندك اي اصابه أو أي شد عضلي بعد التمرين. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ونشوفكم في حلقة تانية جديدة.